انتهى كاس العالم بكل الجمال اللي فيه، بكل العظمة اللي العالم كله بيتكلم عنها. ختامها كان مسك وحاجة تشرف. في دول في العالم ما كانتش مصدقة ان هيبقى بالشكل الحلو ده، وفي دول تانية من حجم الغضب اللي جواها فضحت نفسها، وفي دول ثالثة بدأت تغير من اصغر الدول في العالم. هنسلط الضوء بزاوية واسعة على دولتنا الجميلة قطر. هننسى الكرة شوية وهنبص باتجاه مختلف، هنقيم ونشوف حجم اللي حصل في قطر ومن المواقف والرسائل اللي حصلت هناك. خليكم معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في الحلقة قبل الأخيرة من حلقات كاس العالم. وبعد ما تنزل تعمل لايك واشتراك في القناة هقولك ليه الحلقة قبل الأخيرة. ها؟ نزلت؟ عملت لايك؟ طيب في حلقة تانية هتنزل بعد كام يوم قبل نهاية السنة. طبيعي واحنا بنصور بتحصل مواقف وحاجات حلوة في الكواليس أثناء التصوير، فأنا قلت أخلي ختام حلقاتي في كاس العالم بشيء يرسم الابتسامة على وشكم، حتى لو كان على حساب الأخطاء والمواقف اللي بتحصل معانا. لما تشتركوا في القناة ابقوا فعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا إشعار بيها، واوعى حد يفوت الحلقة دي علشان فعلا هتهلكوا ضحك. تعالوا بقى نبدأ في حلقتنا. في 2010 وقع الاختيار على دولة قطر علشان تنظم كاس العالم 2022. قطر قدمت الملف بتاعها وتوافق عليه من قبل الفيفا علشان تصبح أول دولة عربية وإسلامية وتاني دولة أسيوية تنظم كاس العالم بعد مونديال كوريا واليابان في 2002. وطبيعي انت كنت بتسمع عن جملة كانت بتمر عليك كتير في وقت المونديال وقبله، قطر وعدت وأوفت. الجملة دي صح 100% وهفهمك ليه. قطر في 2010 وقت ما قدمت ترشيح أوراقها للفيفا ما كانتش أصلا عندها الملاعب الضخمة ولا دولتها تستوعب حجم الملايين من الناس اللي هيجي في وقت كاس العالم. بس من ضمن المشروع تعهد حكومي من دولة قطر بتقديم مجسات لمشاريع وملاعب ومنشآت اللي هتبقى موجودة وما كانتش أصلا موجودة دلوقتي ولا حاجة فيها اتبنت، كانت كلها عبارة عن صخر. فركز لي هنا بقى على الذكاء وعلى إنك تدي العيش لخبازه. أنا دولة صغيرة بتحاول تكبر تدريجيا علشان تظهر بين دول العالم، وعندي إمكانيات المادية، بس ناقصني إن أنا أشوف الفلوس دي بتتحول لمشروعات على أرض الواقع، أشوف الاستثمار بشكل صح علشان البترول اللي عندي مش هيعيش العمر كله، فطبيعي ابدا افكر في بكره بشكل صح. علشان كده قطر عملت صندوق الاستثمار القطري، وحاليا السعوديه بدات تفكر زيها وعملت نفس الصندوق. فكره الصندوق ده ان انا استثمر في اي شيء ناجح وقوي حتى لو بره بلدي. ومش هكلمكم على استثمارات قطر الخارجيه، بس اشهرها نادي باريس سان جيرمان وقنوات بين سبورت الرياضيه. وزي ما السعوديه بدات بنيوكاسل حاليا، فقطر لما استلمت ملف كاس العالم كانت قبلها حاطه خطه، لو اتقبل الملف هتستمر فيه، ولو اترفض هتفكر في شيء تاني تبدأ تطور فيه البلد. وحصلت واستلمت الملف من 2010، ومن تاني يوم الصبح من الموافقة على تنظيمها لكاس العالم وكل الدنيا هناك بدأت تشتغل. وقبل ميعاد الافتتاح بتاع كاس العالم بسنة قطر أوفت بالمهمة وصنعت للعالم واحدة من أجمل دول العالم في التقدم والتكنولوجيا وسهولة المواصلات والتنظيم. حاجة كده تشرف بجد، فكرة انك تحط منظومة قوية وفاهمة شغلها ده أجمل شيء حصل في قطر والإمارات وحاليا بيحصل في السعودية وبتمشي على نفس النهج. هو هيبدأ يتطبق في كل الدول العربية بس تدريجيا، وبالذات بقى بعد حوار دولة قطر الغيرة هتشتغل وكل دولة هيبقى نفسها توصل للليفل ده. دولة قطر صغيرة من حيث المساحة والسكان وتقريبا من أصغر الدول في العالم، بس عرفت ازاي تخلي الكل يحترمها. والله العظيم اللي عايز يعمل شيء صح هيعمله، بس احنا احيانا بنكسل او بمعنى ادق مش عايزين. مع احترامي الكامل لقطر، بس في دول عربية عندها اضعاف اضعاف فلوس قطر بس مش عارفوا يعملوا اللي عملته قطر. عندها امكانيات جبارة بس مش عارفوا يعملوا كده. قطر نالت احترام الغريب قبل احترامنا احنا كعرب، من بداية وصول المشجعين من كل دول العالم وهم منبهرين باللي هم شايفينه من طراز معماري وهندسي وعمارة اسلامية وفن وتخطيط. ده غير بقى سهولة الحركة والاماكن السياحية وغيره. انا مش هينفع احكي على كل اللي موجود علشان كلكم شفتوه بعيونكم في نشرات الاخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، بس في رسائل كده يمكن تكون مرت على الناس ممكن محدش خد باله منها. في حاجات كده لقطتها عدسات الكاميرات، في منها اللي بقى ترند وفي منها اللي عدى عادي كده من غير ما حد يتكلم عليه، وفي منها الطبيعي والمعتاد. خلينا نقسم المشهد كده لكذا جزء، وخليني ابدا باهم جزء في الموضوع، الرسائل اللي وصلت لكوكب الارض كله من قطر من وقت التنظيم. خلي بالك من نقطه صغيره، في فرق كبير قوي 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 بين اللي حافظ وما بين اللي فاهم.
وسبب ان انا قلت المثل ده علشان ممكن اي حد ينظم البطولة او الاجواء بشكل حلو، يعني بيقلد مثلا طريقة تنظيمية حصلت في اماكن مختلفة تكون نجحت، وده شيء طبيعي وبيحصل. انما انك تستغل كل شيء وكل دقيقة في انك تحط التاتش بتاعك، وكمان اي حدث مفاجئ تقدر تفكر فيه بسرعة البرق ازاي تستغله لمصلحتك، وانك تبتكر حاجات في وسط التنظيم نفسه، فده شيء يدل على انك فاهم قوي. فلما يكون عندك عرس كروي هيبقى فيه ملايين من العالم واجانب عن الوطن العربي، فطبيعي تفكر ازاي تعرض حضارتك وعروبتك قدامه بشكل فعلا يليق بيك ويكون هو حبه، شيء فعلا يخليه هو عايز يشوف ويتفرج. قطر عملت شيء اسمه بطاقة هيا الرقمية، دي اعتبرها تصريح دخول ليك للبلد، وكمان تحجز من خلاله فنادق ومباريات ورحلات سياحية وكل شيء، ومن خلالها كمان بيعرض لك كل شيء ممكن تروح وتستمتع بيه، حاجة كده تخليك مش محتاج تسأل حد علشان تتعامل مع الدولة دي، تدخل على الابليكيشن وتعيش بقى جواه بكل لغات العالم، فطبيعي بتحدد مكان تروح فيه، فلما بتروح تلاقي كل شيء هناك موجود بشكل فعلا يشرفك انت ويرضيه هو، فطبيعي انك تستغل الحشود دي وتوجهها انت بطريقتك. فانا هخليك تروح كل مكان تحبه انت، وفي كل مكان هكتب لك فيه اية قرآنية ومعناها بكل اللغات، وهحط لك احاديث شريفة مترجمة علشان تقراها وتستغرب، فوقتها هتحب تعرف اكتر لما تستغرب وتعجبك. اروح حاطط ليك حاجات وابيات شعر عربي علشان تحاول تفهم اكتر. في الوقت نفسه اكون سايب لك اماكن معينة لو حبيت تعرف شيء عن الاسلام او العرب، فطبيعي انا كمنظم عامل حساب لحاجة زي دي. اروح بقى اجيب افضل اتنين تقريبا على مستوى العالم في المناظرات والدعوة للاسلام، الدكتور زاكر نايك والدكتور عمر عبد الكافي، ازرعهم ليك علشان لما تروح وتسمع هتفهم كل اللي عايزه وبطريقة هتخليك تحب الشيء اللي بيتقدمك، فهتفضل تسأل اكتر. واحد راح بالغلط هيجيب تاني مرة واحد معاه المحاضرة الجاية وهو جاي، انتوا متخيلين العبقرية؟ شايفين المشهد؟ بدل ما انا الف العالم علشان انشر الاسلام، جاتلك فرصة ان الناس تجيلك لحد عندك وانت تقدمه بطريقتك. عرفتوا ليه قلت اللي فاهم مش حافظ؟ دي كانت اول واجمل رسالة توجهت لكل حد دخل قطر. زود بقى عليها اماكن الوضوء والمساجد واماكن الصلاة في الملاعب، اكيد اي حد ما يعرفهاش هيسأل، واكيد هيلاقي حد من جوه بيصلي. كل الطرق وكل شيء بيؤدي ليك انك بتثبت في عقول الناس شيء اول مرة يسمع عنه، وحتى لو كانوا بيسمعوا فكانوا خايفين مننا علشان النظرة بتاعت الاعلام بتاعتهم وحكوماتهم، فانت بدأت اهو تبدأ تزرع الشك في عقولهم، خلتهم يقولوا هي ليه حكوماتنا بتعاملهم كده او بتصنفهم كده. لما الشك بيتزرع في راس اي انسان مش بيهدى لحد ما يرتاح، فانا هديك كل شيء يفهمك الصح من الغلط. نيجوا بقى للرسالة اللي بعدها، افتتاحية كاس العالم، حفل تنظيمي تخطى المشاهدة بتاعته مليار مشاهدة، وده في حد ذاته رقم فلكي مش اي حد يوصله، فانا لازم استغله صح من قبلها، فابدأ الحفل بالقرآن الكريم، وابدأ الحفل بالتسامح والانسانية وحب الناس، بنعرفهم اننا مش كده، احنا مش كده، احنا اصل الحضارات اللي انتوا عايشينها، احنا المنبع، احنا التاريخ، احنا اللي صدرنا ليكم العلوم اللي خلتكم تسبقونا بالتكنولوجيا والتطور ده، احنا بس دار علينا الزمان ومش عارفين نرجع، بس هنبدأ نرجع، فخلوا بالكم مننا علشان احنا موجودين بس بنتعافى وان شاء الله هنرجع. ودي كانت تاني رسالة من دولة قطر، اقسم بالله لو العرب كلهم على بعضهم كده اتجمعوا عشان يوصلوا حجم الرسائل بالشكل الرهيب ده ما كانوش هيعرفوا. روح بقى على الرسالة اللي بعدها، علم فلسطين، اكتر علم ظهر في المدرجات ما بين جميع اعلام العالم كان هو، مستحيل الجمهور يتفق على شيء زي ده والعالم كله عارف كده، فلما تلاقي يظهر في كل مباريات العرب ومعظم مباريات البطولة ووقت احتفال اي فريق عربي بانتصار ليه، وحتى وقت وصلنا الادوار الاقصائية كان بيترفع من جماهير العرب والمغرب ومن لاعبين المنتخب نفسه المغربي، دي حاجة تخلي الكل يسأل ده عالم ايه، وقتها يعرفه وقتها هيسأله، ولما تكون في دولة عربية وقتها هتعرف صح هي مين فلسطين. فتحية لكل حد رفع العلم علشان يرفع القضية لكل شعوب الارض، ووصلت رسالتكم والله. ودي كانت تالت رسالة، وتعالوا بقى للرسالة اللي بعدها، الرسالة اللي بتوجع، الرسالة اللي رشقت في صدر ماكرون الرئيس الفرنسي في مباراة المنتخب المغربي وفرنسا في الدور قبل النهائي، بحضور الرئيس الفرنسي ماكرون يقف الملعب كله بصوت واحد وبنفس واحد ويهتف بأعلى صوت لي لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وكل فترة من الدقائق تتقال وتتقال، والاستاد كان على اخره في مشهد هز قلوب الكل، والرسالة وصلت لماكرون وكده كده خد فريقه وفي الاخر ومشي، بس كان يهمنا الرسالة وحصلت ووصلت، ودي كانت رابع رسالة. وتعالوا بقى للرسالة اللي بعدها. طبيعي المشجعين بيلبسوا حاجات بتعبر عن دولتهم واعلام بلادهم واشكال تبقى غريبة كده احيانا، وطبيعي برضو انك تسيب الناس تاخد حريتها في اللي تلبسه، بس في شيء غريب حصل. مشجع انجليزي كان عايز يدخل الاستاد بلبس عجيب جدا، ما تعرفش هو عارف وفاهم اللي بيعمله ولا اهبل وعبيط. المشجع ده كان لابس لبس الحملات الصليبية على الشرق الاوسط زي ما انتوا شايفين في الصورة. طبعا في اي دولة تاني غير عربية كان الموضوع هيعدي عادي، وتفضل ادخل مش مشكلة، ومش بعيد الحراس يتصوروا معاه كمان سيلفي. لكن انت في ارض عربية وفي دولة مسلمة واسمها قطر، تفتكر حتى اصغر حارس على البوابة هيوافق انك انت تعدي؟ طبعا اتمنع من دخول الاستاد، وكان حاجة فعلا ملفتة للانظار ان الحراس والقائمين على الموضوع فاهمين قوي اللي بيعملوه. فدي كانت خامس رسالة من قطر. ونيجي بقى للرسالة اللي بعدها. من حقك انك تعبر عن رأيك براحتك وبطريقتك طالما مش بيخالف النظام العام للمكان اللي انت فيه، فمش هينفع اجيب لك حريات معينة لحضرتك افرضها على نظامي علشان اقبل بيك تكون على ارضي، ولا كمان هغير لك اعرافي ومبادئي وقيمي عشانك، ولا كمان اتنازل عن ديني او اي شيء يخص عقيدتي علشان معاليك. علشان كده كان في خط احمر رسمته قطر للفيفا، مفيش شيء اسمه مثلية جنسية عندنا هنا، شيء محرم بيحرموا ديننا وبتحرموا كل الديانات السماوية، فمش هقبل على ارضي لا علم ليهم، ولا هقبل بشارات كابتن تكون ليهم، ولا هقبل بهتاف يكون يخصهم. الفيفا كان لازم توافق، علشان زي ما دي حريتك فدي عقيدتي وما ينفعش نتجادل فيها. ارجع بلدك يا بابا، اعمل اللي انت عايزه هناك. وعلشان كده المانيا اجبرت على كده وحطت ايدها على بقها على اساس اننا مش عارفين نتكلم او نعبر عن حرياتنا. وقتها العالم كله عرف قيمة الناس دي كويس، وعرف حجمهم ايه، وان الحريات مش في كل مكان. ومش معنى ان في اعتقادك اننا عالم تاني فده يخليك تتعالى عليا او تفرض اساليبك. ارجع بلدك وانت خايب الرجا ومكسوف ومفضوح قدام الناس. وحصلت اشاعة كمان ان فرنسا هترفع العلم لو في حالة فوزهم بكاس العالم، بعيدا انهم خرجوا، بس دولة قطر ما كانتش هتسمح ان حد يعكر الصفو الجميل ده طول البطولة بشيء زي كده يكون في نهاية العرس الكروي. والحمد لله ان هم راحوا هم والالمان. ودي كانت سادس رسالة. تعالوا بقى للي بعدها. ذكرته في حلقة قبل كده، بس خليني احكي لكم بطريقة تانية علشان تعرفوا وتتأكدوا ان كل الرسائل دي بتوصل، وعلشان كمان تكمل فضيحة المانيا وتكمل جمال الرسالة اللي قبلها. انتشرت كتير صور للست العظيمة والدة اشرف حكيمي ووالدة سفيان بوفال وكمان والدة وليد الركراكي، كانوا بيحضروا في الملعب في كل مباراة وبيساندوا ولادهم، واكيد كان في غيرهم من امهات واباء اللعيبة العرب والاجانب. بس في صور معينة انتشرت واللعيبة بتجري على امهاتها بعد كل مباراة وبتحضنهم وبتبوس ايديهم وراسهم في مشهد مؤثر للغاية. المشاهد دي وصلت للاعلام الغربي وعلقوا عليها، وكان من ضمن اجمل التعليقات تعليق مذيع الماني في قناة المانية. اسمعوا قال ايه. في مذيع الماني اتكلم عن اللقطات دي وقال بالنص كده: هذه المشاهد الحميمية مع العائلة لم نعد نراها في مجتمعاتنا الغربية التي تسودها الأنانية والمثلية الجنسية واندثار مفهوم الأسرة ودفئها وانتشار عقوق الوالدين ورميهم في الملاجئ، فالعائلة وتحفيزها المعنوي وراء انتصار الفريق المغربي، أما نحن فجئنا لنساند المثليين ونضع أيدينا على أفواهنا بشكل مخجل، فخرجنا خال الوفاض ومن باب الضيق، هم تعلموا الكرة منا وأصبحوا يتقنوها ويتجاوزونها، ونحن يجب أن نتعلم الأخلاق منهم لعل وعسى أن نرى أمهاتنا يعانقون يوما ما في المدرجات. دي بقى كانت رسالة مهمة قوي بتبين قد إيه إن العرب فيهم حاجات حلوة قوي هي ماتت فعلا في مجتمعاتهم هم، في معتقدات والتزامات دينية وإنسانية، في بشر ارتقوا لدرجة معينة وبشر تاني ماتت جواهم الإنسانية يلي بتدافعوا عن حقوق الإنسان. وتعالى بقى أقول لك على الرسالة اللي بعدها. الرسالة من منتخبات العرب نفسهم اللي شاركوا، قطر بدولتها والسعودية وتونس والمغرب. وركز شوية علشان تفهمني. الأربعة خدوا البطولة كلها لحسابهم. كل دولة منظمة لكأس العالم نادرا لما توصل أدوار قبل النهائي ونهائي، إنما العرب لا، من أول البطولة لحد المباراة قبل الأخيرة وهم متواجدين. قطر لو طلعت من دور المجموعات فأنت أصلا مكمل البطولة على أرضها وسط أجمل أجواء شهدت ليها كل الدول في العالم إن هي أفضل نسخة من نسخ كأس العالم في التاريخ. فده يخلي قطر مش طلعت من البطولة، بالعكس
هتفضل معلمة في عقول كل لاعب وكل مدرب وكل منتخب دخل دولة قطر. السعودية بقى اللي شرفتنا بهزيمة بطل العالم في المباراة الأولى ليه في حدث تاريخي ما حصلش قبل كده، ومباراة للتاريخ هتفضل عايشة في عقول الأرجنتين قبل عقولنا احنا كعرب. مستحيل ينسوا ان اول هزيمة ليهم في البطولة اللي خدوها كانت من السعودية. وكمان منتخبنا التونسي اللي هزم وصيف كأس العالم فرنسا اللي ما تهزمش غير مباريتين، الأولى من تونس والتانية في النهائي من الأرجنتين، وكانت مباراة للتاريخ وهتفضل متسطرة في عقولهم كمان قبل عقولنا. وهنيجي بقى للمنتخب العظيم، المنتخب المغربي اللي حطم كل الأرقام اللي ممكن حد يحاول الوصول للخيال إنه يوصلها، ومش ببالغ وأنا بقول كده، حقيقي اللي وصل له المنتخب المغربي كان شيء من ضرب الخيال، بس قدر يعملها وقدر يرفع راسنا لفوق ورفعها لفوق قوي قوي قوي. فين بقى الرسالة من كل ده؟ الرسالة تكمن فيهم كلهم متجمعين. الرسالة في إن أي حد تونسي، سعودي، مصري، عراقي، سوري، جزائري، مغربي، فلسطيني، لبناني، سوداني، عماني، كل اللي قلت ده لو كان جاي عشان فريق معين، فحتى لو اتهزم الفريق ده وقدر إن هو يكمل ويقعد في قطر كان هيقعد، وفعلا قعد. قليل قوي اللي رجع على بيته، وده يخليك تحط خط وتتفرج على الترابط والاندماج والمحبة والعلاقة اللي ما بيننا. ده يخليك بتشوف بلاد مختلفة مكونة من 23 دولة قاعدين في مدرجات واحدة وشجعوا نفس الفريق. ده يخليك ترفع راسك لفوق وانت عارف انك مش لوحدك، انا جنبك وابن عمك جنبك وابن خالك وباقي عيلتك كلها. رسالة اننا قادرين نتجمع وهنتجمع. رسالة ان بس دولنا بتفصلها حدود بس، حتى لو حكوماتنا مختلفين في امور سياسية احنا ملناش دعوة، احنا كشعوب واحد وهنفضل واحد، حتى حكوماتنا ما تقدرش تجبرنا نشجع مين او نتجمع امتى وفين. رسالة اننا في اي وقت وفي اقرب وقت هنتجمع، فخلوا بالكم علشان لو اتجمعنا هتزعلوا قوي. وتعالوا بقى لاخر رسالة، رسالة المسك والختام. رسالة حرفيا ممكن تكون عدت على ناس كتير كده، رسالة فعلا الناس خدتها وقعدت تتريق عليها، بس تعالوا نبصلها من زاويتنا الحلوة. كلنا عارفين حجم ميسي ووزنه بالنسبة للإعلام والمشجعين، زي برضو رونالدو لما نزل من قدام منه مشروب بتاع شركة كوكاكولا تقريبا، وقتها الشركة خسرت تقريبا 4 مليار جنيه في حركة عادية جدا، بس مش من أي حد، ده مش شخص عادي. لو لبس تيشيرت معين من ماركة معينة تاني يوم بتلاقي الكل بيلبسه، زي لما ميسي يحكي عن شيء معين شوفه هو هيأثر قد إيه في الشباب والمحبين ليه. فطبيعي أي حدث بيحصل من الناس المؤثرة دي هيلاقي صدى رهيب وانتشار واسع قوي في الإعلام والسوشيال ميديا. وده بقى ياخدنا لآخر مراسم حفل توزيع الجوائز. الأمير تميم بيختم على آخر رسالة علشان فعلا يختم كل الرسائل الحلوة، يقوم ملبس ميسي هدية قبل ما يستلم الكاس. العباية العربية، ممكن تكون شايفها عادية، ممكن تكون عدت عليك عادي، صحف العالم كله اتكلمت عليها، في منه الكتير اللي قال ان ده شيء عربي مشرف للي يلبسه، وفي ناس تانية قالت ان قطر بتحاول سرقة لحظات الفرحة من ميسي اللي انتظرها كتير، وغيره وغيره وغيره. انا بقى شايفها بشكل تاني خالص، انا شايفها ان اعظم لاعب في التاريخ وهو بيحقق حلمه اللي بقاله 15 سنة بيحاول فيه بيرتدع عبايتي العربية وهو بيستلم الكاس. انا عارف ان العالم كله ممكن يتفرج على الصورة، 3 او 4 مليار انسان هتعدي من قدام الصوره وقت التتويج وهو لابسها، وهيتسال عنها وهيدخل يدور ويعرف اصلها وهيقرا عنها. وقتها هيقرا انا مين، هيقرا تاريخ العبايه وتاريخ الاندلس وتاريخ العرب والدوله العثمانيه والدوله الايوبيه والفاطميه والعباسيه والامويه، هيقرا تاريخه كله علشان هيستغرب منه، فهيجبر يكمله علشان يفهم التفاصيل. ووقتها انا كدوله قطر عملت كل اللي عليا لخدمه العرب قبل ما اخدم الاسلام. اقسم بالله لو حاولنا سنين وسنين نوصل رسائلنا ما كنا هنعرف نوصل العشر رسائل دول بالشكل الحلو ده، وده علشان شيء صغير. ربنا اداك شيء المفروض تستغله بشكل صح، فربنا اداك البصيره انك تختار الناس الصح في البلد الصح علشان يحطوا كل شيء صح وكل شيء بشكل دقيق قوي. اقسم بالله كل العرب مديونين لقطر، وكل واحد في الشعوب العربيه قبل ما يشكر اي حد لازم يشكر قطر ويقول لها شكرا. شكرا يا قطر، شكرا على كل شيء وعلى كل تعب وعلى كل مجهود، شكرا على ال 30 يوم بتحاولوا مش تظهروا في نفسكم لوحدكم، بتظهروا للعرب كلهم، شكرا باسم كل حد عربي، شكرا باسمي انا الاول وباسم بيتي واسرتي وعيلتي واصحابي ودولتي، شكرا على انكم فعلا دوله تستحق الاحترام، وشكرا لرئيسك تميم ولكل فرد من اول عامل النظافه لحد وزير الشباب والرياضه،
شكرا على المشهد العظيم والمشرف، شكرا على الانجاز التاريخي ده، وشكرا لكل المنتخبات العربية اللي شاركت واللي مش شاركت في البطولة، وشكرا لكل الشعوب والجماهير العربية اللي فضلت لحد اخر يوم. حقيقي شكرا لكم، شكرا لكم بجد، شكرا على الشرف العظيم ده، شكرا بجد. حلقتنا خلصت ورسالتنا وصلت ورسائلنا بترفرف في اوروبا وامريكا وفي كل دول العالم. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، لو كنت كملت الحلقة للآخر فواجب عليك انك تشيرها وتسمعها لغيرك. اشوفكم الحلقة اللي جاية، سلام عليكم.